السلام عليكم طلاب، إن شاء الله في هاي المحاضرة راح نشرح الدوال المنطقية في برنامج الإكسل اللي هي Logical Functions، وأول دالة راح نتطرق لها هي الإف الشرطية. يعني مثلا أنت فتحت برنامج الإكسل وفكرت بأنه تسوي أو تشتغل فد حاجة معينة بالإكسل، وقلت لو أو قلت إذا، فهنا معناها أنت بحاجة إلى استخدام إف الشرطية. إذن معناها عندك شرط، تريد تحقق شرط معين. فعند وجود لو أو الإذا فهنا معناها أنت بحاجة إلى استخدام إف الشرطية. طلاب، دالة الإف تحتمل نتيجة واحدة فقط من احتمالين اثنين، يعني تنطيها انبوت مدخلات احتمالين اثنين وتنطيك نتيجة واحدة كنتيجة نهائية. راح اضرب لك مثال. مثلا عندك تريد تشيك هل الطالب ناجح او راسب، اذا عندك احتمالين، اما النجاح او الرسوب، وعند استخدام إف الشرطية راح تنطيك نتيجة نهائية وهو احتمال واحد، أما النجاح أو الرسوب. هذا راح يصير بالاعتماد على الشرط. إذا أنت راح تسوي شرط بأنه مثلا إذا معدل الطالب أكبر من أو يساوي 50، فالاحتمال هو النجاح. في حالة معدل الطالب أقل من 50 فالاحتمال هو الرسوب. إذن ننطيك نتيجة نهائية واحدة. مثلا مثال ثاني، عندك موظف وتريد تشيك هذا الموظف مسموح إلى يطلع تقاعد أو يبقى مكان عمله. إذن عندك احتمالين، الاحتمال الأول يا أما يطلع تقاعد، الاحتمال الثاني يا أما يبقى مكان عمله. إذن من تستخدم إف الشرطية هنا راح تنطيك نتيجة نهائية واحدة أو احتمال واحد، يا أما تقاعد أو يبقى مكان عمله. طبعا هذا كله بالاعتماد على عمر الموظف. الدالة إف تتطلب ثلاث أمور رئيسية. يعني ما تريد تشتغل الإف بالإكسل لازم عندك ثلاث أمور رئيسية، وهي كالتالي: أولا الكونديشن، لازم عندك الشرط. ثانيا القيمة في حالة تحقق الشرط، يعني هذا الشرط اللي كتبته هنا إذا تحقق condition is true إذن راح عندك فد قيمة معينة تنطبع أو تظهر. ثالثا القيمة في حالة عدم تحقق الشرط، إذا الشرط اللي كتبته هنا في حالة is false يعني ما أنجز هذا الشرط أو غير صحيح فراح عندك قيمة معينة تتحقق أو تنطبع. إذا ثلاث أمور رئيسية عند استخدام إف الشرطية، وهي الشرط والقيمة في حالة تحقق الشرط والقيمة في حالة عدم تحقق الشرط. إذن هنا مثال، افرض عندك مجموعة من البيانات الأربع طلاب. هاي البيانات هي كالتالي: اسم الطالب name of student، ودرجات كل طالب بثلاث مواد اللي هي العربي والانجليزي والرياضيات، والمعدل النهائي للمواد الثلاثة لكل طالب. المطلوب منك هو وصف حالة الطالب النهائية، يعني هل هذا الطالب مسموح للعبور للمرحلة الجديدة أو لا. إذن معيار المقارنة هنا هو معدل الطالب، يعني في حالة معدل الطالب كان أكبر من أو يساوي 50 في حالة تحقق هذا الشرط، ف
فحالة الطالب هي باز، يعني اجتياز المرحلة الحالية. في حالة كون الشرط ما تحقق، يعني معدل الطالب مو أكبر من أو يساوي 50، معناها أقل من 50، إذا condition is false يعني ما تحقق، معناها حالة الطالب هي no pass يعني رسو. هسه راح نعرف شلون نشتغل على دالة الإف. عندك هاي الأسماء مالت كل طالب، درجات كل طالب، وهنا عندك المعدل. فهنا راح نعرف نتيجة أو حالة الطالب النهائية. إذن هنا راح نكتب الدالة. تكتب الدالة كالتالي: يساوي if، تفتح قوس، هنا راح تنطي اللوجيكال تيست اللي هو الشرط مالتك. انت الشرط مالتك هنا او معيار المقارنة هو معدل الطالب. اذا تروح المعدل الطالب وين موجود؟ موجود هنا بالخلية اللي هي اسمها E3. اذا تكتب if ال E3 اكبر من او يساوي 50، يعني هذا الشرط مالتك، تخلي هنا فارزة منقوطة مثل ما موجود بالفورمولا هاي، فارزة منقوطة. في حالة تحقق الشرط شنو الفاليو الأولى؟ فاليو اف ترو، يعني في حالة تحقق الشرط شنو هو الفاليو مالتك؟ تطبع باز يعني اجتاز المرحلة. عندك هنا فارزة منقوطة على مود تعبر للحالة الثانية. في حالة الفاليو از فولس، يعني اذا الشرط ما تحقق، اذا معناها الطالب معدله اقل من 50، فهنا راح تطبع حالة الطالب انه نو باز. تسد القوس، اذا عندك الشرط والفاليو في حالة تحقق الشرط والفاليو في حالة عدم تحقق الشرط، تنطي انتر. اذا انطبع لك باز، ليش؟ لان معدله 79.3. هسه هاي الدالة اللي كتبناها بهاي الخلية راح نسحب عملها على بقية الخلايا على مود نشوف النتيجة. تجي هنا على هذا المؤشر وتسحبه، الطالب الثاني والثالث والرابع، ظهر لك النتائج بأنهم كلهم باز، إذن كلهم معدلاتهم معناها أكبر من 50 درجة. في حالة كون معدل طالب واحد أقل من 50، فهنا يطبع لك نو باز أمام الطالب. إذن هذا عمل الـ if condition.